كما أعلنت عائلة شمسان بن حيي عن ولائها التام والمطلق لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، معربة عن استنكارها الشديد ورفضها التام لما بثته قناة الجزيرة القطرية من افتراءات وأكاذيب عن مملكة البحرين والتي تهدف إلى زعزعة السلم الأهلي. كما أكدت العائلة تأييدها لجميع القرارات والإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين في سبيل رص الصفوف والوحدة الوطنية والمحافظة على النسيج الوطني.